آخر فيديو. نحن مجتمع يصنع التفاهة ويجري على التفاهة وينشر التفاهة ويدعم التفاهة. العقل الجمعي ده بتاع كل الشعب ده أصبح يميل إلى التفاهة، أصبح يميل إلى بقولك إيه، ما تضايقنيش بقى، دور لي على أي حاجة كده شخلعه وخلاص. هو ده يعني أنت بتقعد ساعتين ثلاثة ولا يومياً أنت كبنت على التيك توك علشان تاخدي إيه يعني؟ بتلاقي واحدة مشغلة لي أغنية وعمالة ترقص عليها، يعني أنت متصورة إيه اللي هيحصل بعد كده مثلاً؟ يعني أنت فاتحة مجال لإيه؟ لعمال منافئة للأدب؟ تلاقي راجل بغل كبير وعمال يتمايل ويرقص على إيقاع أغاني. أنا عمال أبص والله وأتأمل، إحنا رايحين فين؟ وحياة أبوك يا شيخ. الكلام ده صح ولا غلط؟ في ضميرك. بص، وحياة أبويا الكلام ده صح، بس ما ينفعش أعمم على الشعب كله. يعني الفئة اللي بتعمل كده أقول أسميهم، لكن ما أقولش على شعب. إحنا الشعب المصري مش كله كده، لكن أنا معاك وضد ده، هذا الابتذال. طيب اذا انت كعالميه بتشاركيني وانا ضد ده، بس طيب احنا 100 مليون ينفع تدخلي مثلا تلاقي تيك توك الست دي ولا اللي كانت بترقص ولا الراجل عنده مثلا مشاهدات ملايين فعلا. ده وده كله من الشباب الصغير. اتكلم عن الست دي طيب، لكن ما تعممش طول الشعب كله. والشباب الصغير اللي بيشوف ده معاك، يعني مش لازم اطلع معاك اضرب جرس انذار معاك، بس ما ينفعش تقول ان هي بعد ما بترقص بتعمل اعمال منافيه للاداب. ما بيتقبض عليها، ما بيتسابوش. يبقى الفئه الكام واحده بقى هنقول، مش للأسف. الشعب كله. لا لا، ما فيش دي سقطه عندك لا. يا استاذ خير، في حاجه في اللغه العربيه اسمها صيغ المبالغه. شعب فيها صيغ مبالغه. انا اعترض. انتوا لو ما سكتوش لما ابنك يعمل دوشه بتخش على اولادك كلهم تقول لهم ايه؟ لو ما سكتوش هضربكم كلكم. هو كل الولاد عملوا دوشه، بس الشعب كله مش ولادك. لا طبعا، في طريقه لمخاطبه الشعب المصري يا شيخه، معقوله؟ والحديث عنه فيديوهات ده بياخدوه وسائل اعلام لا تانيه. لا لا لا، ويقولوا بصوا وبيقول ايه عن المصريين. انا معروف عند الشعب اللي بيسمعني ومعروف عند المسؤولين.